كنت عايزة أسيب الشغل وعايزة أبعد عن أصحاب معينة وعايزة بطل خروجات، مع إن السن اللي أنا بكلم فيه ده كان كل اللي حواليا كان مفيش حد بيقعد في بيته. كلنا كنا مستنيين 2020 تخلص، بعد كده اكتشفنا إن اللي بعدها أصعب. رجوع الحياة لطبيعتها طلع ليه طبيعة تانية خالص، التحديات بقت ورا بعضها. فانا هكون معاكم كل اسبوع عشانكم وليا انا كمان، اشارك معاكم مديتيشن كده صغيره سريعه، واتمنى انها تكون بتديكم وتديني انا كمان كومفورت وامل وسلام وهدوء داخلي. يلا بينا. استنى، زي ما في ناس بتحب الصيف وناس تانية بتفضل الشتاء، بتوع الصيف بيستنوا ديورنج الشتاء على بال ما يخلص عشان يجي الصيف، واللي بيحبوا الشتاء بيستنوا الصيف على ما يخلص عشان يجي الشتاء. الحياة برضو مواسم، لما نكون في ظروف صعبة مش حابينها بنستنى لغاية ما في تغيير يحصل، وخصوصا لما نكون عملنا كل اللي علينا خلاص فيش غير الانتظار. مع ان يعني لو فكرنا فيها برضو الشتاء بيبقى موسم نمو البذور دي، تقوية للفروع وتجديد. يعني حتى لو في حاجة مش باينة قوي ولا ظاهرة قوي، بس في حاجات حلوة برضو بتحصل حتى لو مش مرئية، وتبقى كأن هي دي اللي مستنية بس الصيف يجي عشان تظهر. فما نفقدش الأمل، نستنى في الوقت الصعب لأنه بيبنينا إحنا شخصيا، بيكبرنا إحنا من جوه، بيعلمنا. ومفيش موسم بيفضل موجود forever، التغيير كده كده هيحصل. يمكن ده من أكتر الثوابت في الدنيا. أنا جات لي فترة كنت عايزة أسيب الشغل وعايزة أبعد عن أصحاب معينة وعايزة بطل خروجات وإن أنا أبقى بره البيت كل الوقت، مع إن السن اللي أنا بكلم فيه ده كان كل اللي حواليا كده مفيش حد بيقعد في بيته، كنت لسه يعني كأني fresh graduate. بس أنا بؤمن بقى إن عشان يبقى فيه تغيير لازم يبقى فيه غربلة كده، لازم يبقى فيه تغيير في المعادلة، لازم أنعكش كده في الوضع الحالي اللي أنا عايزة أغيره. يعني لازم أخد خطوات، أدور على شغل، أستقيل من المكان ده، أخد كورسات، أعمل صداقات جديدة، وأقطع القديمة، أقعد في البيت وكن وأبقى مع أسرتي أكتر، واستنى بقى التغيير اللي انا عايزاه، استنى الشغل الجديد يجي، استنى الكوميونتي بتاعتي تبقى احلى، استنى نتيجه راحتي في البيت اكتر، اكيد هتاثر عليا احسن جسديا نفسيا روحيا. فايا كان النتيجه اللي احنا مستنيينها والتغيير اللي احنا مستنيينه، ده مش معناه انه نربع ايدينا ونستناه يحصل كده بمعجزه بس السما لك، بدل في ايدينا حاجه نعملها ان شاء الله. حتى العمل يبقى بالصلاه بس، ده في حاله لو ما فيش حاجه في ايدينا نعملها. كونوا فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، استنوا تغيير. يا ترى ايه اكتر حاجة فرقت معاكم المرة دي؟ طب ازاي تقدروا تطبقوا الكلام ده الاسبوع ده قبل ما اكون معاكم الاسبوع الجاي بموضوع جديد وتطبيق جديد؟ مستنياكم تشاركوني. looking forward